صاحبة مشروع الأسرة المنتجة، وأنتج أدوات بيتي بالبيت. الحمد لله يا أمي، والمشروع الحمد لله ما قصرت معاي. أسوي المقدوس المحمرة على إيدي، كله شغل بيتي وشغل إيدي الحمد لله يا ولدي. السمن العربي نسوي، بقل نسوي، الزبدة، وجه الحليب الججدة الحمد لله ننتجها، والشغل مو بعيب. الإنسان من يطلع ويكافح ويشتغل بدرب أطفاله وبيته مو عيب يا ولدي الحمد لله. وجينا المهرجان، نطلع المهرجانات، مهرجان حفر الباطل طلعت، وبدأت أنا بحفر الباطل أشتغل هناك، أطلع أشتغل بأطراف الحفر، أطلع للجنوب الحمد لله. والمهرجان هنا حلو وإن شاء الله إنتاج زين. هاي المزهرية تراثية، هذه الفخار، وين ما أشتغل أحطها معاي جنبي، يعني مرافقتني، صديقتي بالشغل. اللي يجي الزوار والله زين، يتشوفون الأجواء الحلوة، الصباح والعصر حلوة الأجواء، والحمد لله شو ما الله قسمنا وشو ما انتجنا الحمد لله وشو ما الله طلعنا الحمد لله. نعم يا ولدي الحمد لله. وأني ما أني خجلانة من شغلي ومشروعي، الشغل مو عيب، وأشجع كل من يحاول يشتغل ويريد أني يسايب أسرة المنتجة أو برات الأسرة المنتجة وتشتغل بدرب أطفالها، مو عيب. السمن على إيدينا، السمن عندي المحمرة، المقدوس، وزعتر باللبنة، هذه الفطاير على الصاج. الثقة بالنفس أول شيء يا أمي، الإنسان يكون واثق من نفسه، واثق من شغله بنفس الوقت، يكون واثق من الشيء اللي يسويه. لو سوى شيء وأخذ زبون أو قدمته للناس يكون يعني ناجح، يكون يعجب الزبون، يكون يعجب هذا الشغل. أنا ما أمدح شغلي، الزبون هو يمدح شغلي يا أمي. والله ما زبون أخذ من فطايري أو شغلي إنه يرجع ويجيب أخوياه ولا ربعه ولا قرايبه ويدورون على محل معلي يجون يشترون.